بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي، في الفيديو ده هنتكلم عن محتويات منهج العلوم إن شاء الله لحبايبنا اللي داخلين الصف الخامس المنهج الجديد 2023. في ملامح ظهرت لمنهج العلوم الجديد إن شاء الله. الوحدة الأولى هيبقى موضوعات الوحدة الأولى عبارة عن دروس تفتيت الصخور، التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية. كلمة تجوية يعني تعرية، الترسيب، التصحر، التعرية، القلاع الرملية. دي موضوعات الوحدة الأولى حبيت استعرضها معاكم للي عاوز يعرفها. إن شاء الله أي جديد هينزل هعمله لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.